الأرانشيني أو كرات الرز المقلية. أرانشيني طبعاً دي أكلة إيطالية، مقبلات إيطالية معروفة جداً. علشان نعمل الوصفة دي عايزين كوباية رز، 2 كوباية من المية، وعايزين بصلة مكعبات صغيرة، معلقة كبيرة زبدة، معلقة كبيرة من الزيت، وعايزين مكعب مرق، 1/2 كوب جبنة بارميجان مبشور، 2 أو 3 بيضات حسب الحاجة، 100 جرام جبنة موتزاريلا قطعة واحدة، طبعا قطعة واحدة جايبينها مبشورة مش عارفة ليه، توست أبيض مطحون، معلقة كبيرة من الزعتر، ومعلقة كبيرة ريحان مجفف. طبعا لما بنطلب يعني بتتعمل بالمبشور طبعا عادي البارميجان، بس اكيد تبقى اسهل لما بنحطها كده تبقى قطعة واحدة. يعني هناخد البصل وهنبتدي نعمل الرز بتاعنا. هنا حطينا زبدة وهنحط مع الزبدة شوية زيت، بس شوية، وهحط هنا البصل. عايزة أعمل رز يكون لذيذ لأن الوصفة كلها رز. طيب نحط البصل، وعندنا مية سخنة طبعا، وعندنا مكعب مرق، نحط البصل بتاعنا. طيب دلوقتي الرز عندنا هنحطه، رز ني طبعا، هنحطه على البصل. هنا في زبدة وزيت وبصل، هنحط الرز وهحط معاهم مكعب المرق، وهنحط 2 كوباية مية لان انا 2 كوباية مية كتير طبعا، بس انا عايزاه نوعا ما ملبط يعني شوية معجن في بعضه كده شوية بس، وهحط له طبعا شوية ملح وشوية فلفل، وهحط له المية وهسويه بقى عادي خالص، بس زي ما اتفقنا بنسبة مية أعلى شوية من المعتاد. نجيب بقى دلوقتي بولة ونجيب جلافز ونشوف هنعمل ايه دلوقتي في الوصفة بتاعتنا الأرانشيني، أرانشيني بالجبنة. طيب هنا عندنا الرز اللي احنا عاملينه بالبصل وبرضو بمكعب المرق وبالزبدة وبالزيت. طيب هناخد الرز بتاعنا هحطه هنا اهو، شايفين نوعا ما ملبط ماسك نفسه يعني اهو، ما هوش كده يعني. طيب مش مفلفل، هناخده هنحط معاه الاعشاب الجافه اللي عندنا، وهنحط معاه الجبنه البارميجان مع الرز نفسه مع خلطه الرز، وهنحط معاه يعني هنجرب 2 بيضتين كده، هي تقريبا 2 بيضتين بتاعي هيبقى كفايه، وهو فيه ملح اصلا فانا مش هحط له ملح، بس لو حابين تزودوا نقطه ملح مش غلط. شايفين الرز نفسه بقى طعمه حلو، وهو لازم يكون كده، ما ينفعش ان انا اجيب رز ابيض واحطه على طول دايركت، لان هي الاكله كلها رز، فانا لو مش خدمه الرز مش هيطلع معايا حلو. هنحط دلوقتي البيض مع الرز عندنا كده، نقلبه بالشكل ده لغاية ما نحس كده ان احنا بقى عندنا عجينة يعني بقدر اشكله. شايفين هو مش عايز اكتر من 2 بيضتين، الكمية دي 2 بيضتين معاها كويسة قوي. طيب هنجيب دلوقتي الجبنة اللي عندنا، وزي ما قلنا يفضل تكون مكعبات يعني قطعة واحدة، وإحنا نعملها هنعمل الرز بالشكل ده. هجيب شوية من الجبنة اللي عندنا وبحطها في النص، وهقفل الرز بتاعي
كويس، هنقفله كويس كده. نعمل كور، لو لقينا حته باينه عادي ده ما هيش يعني عادي، خدوا حبه رز وغطوها، خدوا حبه رز وغطوا لو لقيتوا حته من الجبنه باينه. هنعملها على شكل كوره بالشكل ده كده كده اهو، وبعدين ناخدها نحطها في العيش في التوست المفتفت. التوست اللي عندنا ده توست متقطع حوافه ومطحون في الخلاط او في الكبه زي ما تحبوا يعني. عندنا هناك بقى الزيت، خلينا نشوف الزيت اهي كوره، احنا هنعملها كوره كده، شايفين كوره بالشكل ده كده اهو. وعندنا هناك الزيت بتاعنا، هنروح دلوقتي بس نعلي عليه شويه. دلوقتي بقى انا باخد الكور بتاعتي دي وبحطها هنا في خلينا نحطها هنا بس العيش ده عشان يبقى ايه اعرف اتحرك اكتر. ده زي ما اتفقنا التوست المطحون، بجيب التوست بقطع الاطراف بتاعته وباخده بحطه في الخلاط، وبيبقى عندي احلى تغليفه احلى من اي بقسماط. برضو الوصفه دي بتقدروا تعملوها كده وتحطوها في الفريزر ووقت الحاجه بتطلعوها علشان تقلوها. لو لقيتوها يعني اضغطوها شويه كده علشان تمسك نفسها، اضغطوها. ها شوفوا اهي، هناخدها دلوقتي بقى نقليها في الزيت. يلا بينا، بسم الله. لغاية ما تحمر، بس انا مش عايزة غير ان التوست بتاعنا يحمر شوية، وهي اصلا مستوية فما هيش فيها حاجة ان هي تبقى منية من جوة يعني.